يفتح ليوناردو فاريا، عبد الله مالالا، راشد خميس، تيرنو، لامين امبا، اوسو، بابا توندا، خالد محمد، محمد خميس، احمد ضياء. هكذا هي الاسماء بالنسبه لنادي الخليج في هذا اللقاء وفي هذا المساء، بينما تشكيله مسافي الحاضره والمتواجده احمد علي، سلطان سالم، علي محمد، مايكو روجيرو، سعود راشد، وايوب حمدان، عبد الله خالد، عبد الواحد عبد العزيز، اوليسيو دا سيلفا، احمد حسين، عمر سعيد. هنا هذه هكذا هي الاسماء بتوفيق للفريقين، بتوفيق للاعبين في ارضيه الملعب هنا في هذا اللقاء وفي هذا المشوار هنا في الجولة الخامسة، الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الأولى. نعم، الأسبوع اللي انطلق في مباراتين في يوم الأمس ويتواصل في هذا اليوم بعدة لقاءات وبعدة مواجهات. أحد نعم أقوى هذه اللقاءات في هذا اليوم الخليج ومسافي هنا في هذا المساء. كرة تتحول الآن إلى خارج أرضية الملعب، فيها رمية تماس في هذه اللحظات، رمية تماس هنا تتحول لمصلحة نادي الخليج في هذه اللحظات من الجهة اليمنى، كرة أمامية الآن للأمام لمصلحة نادي الخليج في هذه اللحظات، كرة الآن تتنقل إلى خارج أرضية الملعب فيها أو هنا لمسافي في هذه اللحظات. مسافي القادم من انتصار كبير جدا، القادم من انتصار كبير جدا في الجولة الماضية، عندما انتصر في الجولة الماضية على نادي التعاون بنتيجة 9 أهداف مقابل لا شيء. كرة لا تتحول في وسط أرضية الملعب هنا من الجهة الأمامية لصالح نادي الخليج في هذه اللحظات، لكن وصلت سهلة لحارس المرمى أحمد سالم، يلعب لك كرة الآن من جديد في وسط أرضية الملعب. هنا نشاهد الدقائق الأولى، اللحظات الأولى من شوط المباراة الأول هنا ما بين الفريقين. يدرب الخليج المدرب المواطن عبد الله صالح بعد المدرب التونسي الحيدوسي الذي أقيل. هنا يأتي عبد الله صالح، هنا الخبير يعود مجددا لنادي الخليج، يعود مجددا إلى بيته إلى مكانه هنا نادي الخليج في هذا المساء، ويقود الدفة الخضراء في هذه المباراة. كرة لا ملعوبة لمسافي، كرة توصل في الجهة اليمنى، محاولة الآن لا زالت في الجهة اليمنى، عرضية تأتي موجودة، لكن المتابعة العرضية اللي كانت في اللقطة الماضية من عمر سعيد، عمر اللي سجل هدفين في اللقاء أو اللي سجل 3 أهداف، سجل هاتريك في المباراة الماضية اللي فاز فيها مسافي ب9 أهداف مقابل لا شيء، كأكبر النتائج اللي حضرت في الجولة الماضية وفي هذا الموسم. كرة ملعوبة الآن توصل في الجهة اليسرى، كرة أمامية لمصلحة أحمد ضياء، أحمد ضياء مشوار كبير جدا هناك مع نادي النصر، بعدها إلى الشارقة، الآن يتواجد مع نادي الخليج في هذا الموسم. كرة الآن توصل في الجهة اليمنى، يدرب نادي مسافي المدرب المصري المدرب المعروف فتحي سليم، المدرب الذي قاد نادي دبي في موسم 2005 للصعود لدوري الأضواء، هنا من جديد يبحث عن الصعود، لكن هذه المرة ليس مع دبي، هذه المرة مع نادي مسافي. كرة تتحول الآن، هذا اللاعب رقم 9 اللي واضح على الصورة في هذه اللحظات هو سلطان سالم. كرة تتحول إلى رمية تباس، رمية تباس من الجهة اليمنى لفريق الخليج على يمين السادة المشاهدين بالزي الأخضر، حتى الآن اليسارة ما زالت حمراء في شوط المباراة الأول هنا ما بين الفريقين. كما ذكرت يدرب نادي مسافي هذا المدرب فتحي سليم، الذي يقول عن هذه المباراة بأن فريق استعد جيدا لهذه المباراة ويسعى للفوز ويحترم فريق الخليج في هذه المباراة، لكن لا يمنع هذا الاحترام من تحقيق الفوز وتحقيق النقاط 3 والعلامة الكاملة هنا في هذا المساء. كرة تتحول الآن في وسط أرضية الملعب ليتصدر الدوري ويتصدر المسابقة، حتى الآن المفاجأة تأتي من العربي، بيتصدر المسابقة برصيد 10 نقاط هنا نادي مسافي برصيد 6 نقاط، لعب 4 مباريات سابقة، عمل انتصارين وخسارتين، اليوم المباراة الخامسة، يسعى لتحقيق النقاط 3 في هذا المساء، لكن النتيجة دائما وابدا في علم الغيب، ولكن على اللاعبين اخراج ما في الجيب، اخراج ما في المخزون، اخراج هنا ما في الاقدام في ارضية الملعب في هذا المساء. كرة فيها صافرة، فيها خطأ في هذه اللحظات، هذا احمد ضياء واضح الكابتن والقائد لفريق الخليج خالد محمد صقر،
القادم من نادي الشعب يلعب لك كرة الآن أمامية، محاولة الكرة للأمام لكن كرة فيها صافرة فيها خطأ، حكم المباراة كان قريب في اللقطة الترباضية. تحدث عن مشوار مسافي في هذا الموسم، لعب أربع مباريات، فاز في المباراة الأولى على نادي حتى 2-1، خسر في المباراة الثانية أمام العربي 2-1، في المباراة الثالثة خسر أمام العروبة 1-0، في المباراة الأخيرة فاز على التعاون برصيد 9 أهداف وبرصيد 3 نقاط، أيضا تصويبة قوية لكن إلى خارج أرضية الملعب، مرت بسلام عدت بسلام إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة مرمى فيها فرصة بتضيع أحمد ضياء أو ليوناردو في اللقطة الماضية. ليوناردو واحد من أبرز اللاعبين في دوري الدرجة الأولى، اللاعب اللي قدم نفسه بشكل ممتاز جدا هناك في الدوري الإيراني مع نادي تراكتور تبريز الإيراني. كرة لا توصل في وسط أرضية الميدان، من يكسب الريان حتى الآن، النتيجة ما زالت 0-0، ما زالت سلبية هنا في شوط المباراة الأول. كرة تتلعب الآن في الجهة اليمنى، محاولة أمامية، أجواء رائعة جدا، أجواء رائعة جدا جدا، مهيئة للعب كرة القدم والتصويبة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. تشاهد الجبال المحيطة على هذا الملعب، المنظر رائع حقيقة. وبالتالي هنا نشاهد شوط المباراة الأول حتى الآن، الفصل الأول، المشهد الأول، شاهد التصويبة الماضية، الكرة اللي حاول فيها لاعب فريق مسافي، مباغتة حارس المرمى اللاعب رقم 11 مايكل روجيرو اللاعب البرازيلي، لكن كرة تعدت، كرة إلى خارج أرضية الملعب، وصلت فيها ضربة مرمى، فيها فرصة بتضيع في اللقطة الترباضية. مباراة ما بين أقوى خط هجوم نادي مسافي وما بين ثاني أقوى خط دفاع، ما بين أقوى خط هجوم نادي مسافي اللي مسجل حتى الآن 12 هدف في هذا الموسم، وما بين أقوى أو ثاني أقوى دفاع اللي فيه مرمى هدفين. روجيرو البرازيلي استلام والتسليم الآن، كرة أمامية ممكن تصويبة تأتي فيها، تصويبة بالفعل أحمد سالم، هنا يقف حامل عرين، حمى مرمى في اللقطة الماضية بشكل ممتاز جدا، وبالتالي التصويبة اليمينية القوية لكن وصلت كانت من فارس صالح، وصلت إلى أحمد سالم. أحمد سالم مشوار مع نادي الوصل، مشوار مع نادي دبي، سنوات من الخبرة، سنوات من التواجد في المرمى، وبالتالي هنا الخليج يستقطب في هذا الموسم، وبالتالي يريد أن يستفيد من خبراته بالتأكيد. كرة الآن توصل في الجهة اليسرى، محاولة ليوناردو البرازيلي ممتاز هذا اللاعب، ممكن الآن أن نشاهد في هذا اللقاء. كرة الآن توصل أحمد ضياء في وسط أرضية الملعب في الجهة اليمنى، كرة ما زالت الآن مستمرة للجهة اليمنى، محاولة الآن أمامية لمصلحة فريق الخليج في هذه اللحظات، نقلات تمريرات هنا في شوط المباراة الأول. تحدث عن محترفين مسافي المتواجدين في هذا المساء، جونيور البرازيلي، مايكون برازيلي، عبد الواحد اللاعب النيجيري. كرة أمامية الآن توصل في الجهة اليسرى، محاولة أمامية، مرور يأتي لكن بعد ذلك إبعاد وإنقاذ من جانب الدفاع. كرة تعود الآن تتلعب في الجهة اليمنى، محاولة أمامية لصالح نادي مسافي في هذه اللحظات، أمامية عبد الواحد، يحاول النيجيري القادم من الدوري المصري، اللاعب اللي كان له مشوار هناك مع المصري البورسعيدي، اللاعب اللي يتواجد هنا لأول مرة في منطقة الخليج، وبالتالي التجربة الأولى هنا في دولة الإمارات مع نادي مسافي. كرة الآن توصل إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى في هذه اللحظات عند حارس المرمى أحمد سالم. حدث عن محترفين الخليج اللي في انتظار أن يشكلون الإضافة في هذا اللقاء، البرازيلي ليوناردو كما ذكرت اللاعب السابق في الدوري الإيراني، الغاني لامين إمبا اللاعب القادم من الاتفاق السعودي في الموسم الماضي، واللاعب القادم هناك من الدوري الفنلندي، الدوري الفنلندي أو هداف الدوري الفنلندي من أصول أفريقية اللاعب أوسو. كرة الآن توصل في الجهة اليمنى، كرة ملعوبة أمامية، محاولة الآن في وسط أرضية الملعب، فتحي سليم المدرب المصري اللي عنده 56 سنة يدرب نادي مسافي، 30 سنة من الخبرة إن كان هناك كلاعب في كرة القدم مع الأندية المصرية المختلفة أو كمدرب،
درب العديد والعديد من الأندية في مصر وأيضا في المنطقة الخليجية، درب هنا في الإمارات نادي دبي ونادي كلبة ونادي الخليج ونادي الجزيرة الحمراء ونادي التعاون ونادي مساف، يعني درب معظم الأندية اللي تتواجد في دوري الدرجة الأولى، والآن يتواجد مع نادي مسافي في هذا الموسم. كان لاعب سابق مع نادي طنطا هذا بدر صالح، هنا المدرب المواطن 52 سنة لهذا المدرب. كرة لا توصل، محاولة في وسط أرضية الملعب، كرة لا في وسط أرضية الملعب، فيها صافرة فيها خطأ في هذه اللحظات. ليوناردو يحاول المرور في اللقطة الترباضية لكن الرقابة موجودة، صافرة حافرة في اللقطة الترباضية وبالتالي خطأ هنا لمصلحة نادي مسافي في هذه اللحظات. الباحث عن الوصول الأول، الباحث عن اللدغة الأولى، عن اللذة الأولى هنا في شوط المباراة الأول. كرة فيها صافرة، كرة فيها خطأ، تتلعب أمامية الآن داخل منطقة الجزاء لكن الإبعاد موجود، الإيقاف حاضر في هذه اللحظات. كرة الآن توصل في الجهة اليمنى، ما زالت مستمرة، ما زالت قائمة الآن لمصلحة نادي الخليج. وصلت لأحمد ضياء، أحمد ضياء يحاول، شاهد أحمد ضياء ومعظم اللاعبين اللي تقدموا في السن اللي كانوا يتواجدون حقيقة في دوري المحترفين الآن تواجدوا أو يتواجدوا مع أندية دوري الدرجة الأولى. الحال ينطبق هناك مع اللاعب علي محمود اللي يتواجد مع نادي الوصل، اللاعب اللي تواجد أو اللي يتواجد مع نادي اتحاد كلبة بعدما تواجد مع الوصل ومع الماضي، يعطي يرفع الراية ويشير على خطأ في اللقطة الترباضية. حتى الآن البحث، لكن الكرة الآن فيها صافرة فيها خطأ، صافرة وخطأ. شاهد هنا كبير مشجعين نادي الخليج، يا ساتر يا ساتر على هذا اللي يتواجد دائما المحب، يا له من وفاء، يا له من انتماء، يا له من إخلاص. تقدم في السن لكن بالرغم من ذلك يتواجد في كل مباراة، يتواجد في كل لقاء، يتواجد في كل مباراة يلعبها نادي الخليج. الأعصاب موجودة لهذا الرجل، ما زلنا في البدايات، ما زلنا في المقدمات يا رجل. ونشاهد الكرة الترباضية والتقدم من ليوناردو في اللقطة الماضية لكن الإبعاد كان موجود والإبعاد كان حاضر في اللقطة الماضية. كرة لن توصل في الجهة اليمنى، تحدث عن آخر موسم تواجد فيه فريق الخليج في دوري الأضواء، تواجد في موسم 2008-2009 آخر موسم تواجد فيه نادي الخليج. كرة الآن تتحول إلى خارج أرضية الملعب، في رمية تباس في هذه اللحظات، رمية تباس للجهة اليمنى، محاولة لصالح نادي مسافي، مسافي يبحث الآن عن أولى الأخبار العاجلة في ملعبه. كرة الآن توصل لأوليسيو يحاول يصوب لكن الكرة وصلت لحارس المرمى في اللقطة الترباضية، نعم وصلت إلى حارس المرمى. الكرة لا تعود في الجهة اليمنى في هذه اللحظات، ملعوبة أمامية لمصلحة نادي الخليج من الجهة اليمنى أو مسافي، نعم كرة لا توصل في الجهة اليمنى، تمريرات نادي الخليج اللي خرج أو الفريقين، تحدث عن الفريقين في هذا الموسم، كلا الفريقين خرجا من بطولة كأس رئيس الدولة من التصفيات الأولى من الأدوار الأولى. كرة لا تتحول إلى خارج أرضية الملعب، فيها رمية تباس، رمية تباس في هذه اللحظات هنا لصالح نادي مسافي في هذه اللحظات أو الخليج الأخضر، حتى الآن يبحث عن الإشارة أو الخضراء في شوط المباراة، والإشارة ما زالت حمراء أمام الأخضر والأبيض، أمام الأخضر والأبيض. كرة لا توصل في وسط أرضية الملعب، ملعوبة للجهة اليسرى، تتحول أمامية، انطلاقة حاضرة الآن في الجهة اليسرى لصالح مسافي، مسافي يبحث الآن، كرة عرضية موجودة، الله أبعدت في اللقطة الماضية، كرة خطيرة فيها اصطدام فيها، نعم في اللقطة الماضية تلعب واصطدام وبالتالي حكم المباراة كان قريبا في اللقطة الماضية، احتسب صافرة احتسب خطأ بالتالي سلامات. هنا حارس المرمى أحمد سالم يسقط على أرضية الملعب، وكذلك اللاعب عمر سعيد اللي سجل
كوبية الان ملعوبة للخليج في هذه اللحظات او مسافي، وصلت في وسط ارضية الميدان لكن تتخلص، عادت من جديد من جديد جونيور، كرة امامية لكن تتخلص لاحمد ضياء، يلعب لك كرة الان، شاهد النقلات، شاهد التمريرات، هنا تمريرات ونقلات في هذه اللحظات من اجل بناء وتنظيم هجمة هنا في شوط المباراة الاول لصالح، هنا لقطة الاصطدام لكن الامور عدت على خير في اللقطة الماضية، والكرة الان تعود من جديد في وسط ارضية الملعب، مسافي الانشط حقيقة في الدقائق الماضية، اللي يحاول ان يتقدم، اللي يحاول ان يباغت حارس المرمى احمد سالم، كرة تتحول الى خارج ارضية الملعب، فيها رمية تباس، رمية تباس عادت من جديد لمسافي، كرة امامية لا داخل منطقة الجزاء، خطيرة خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن تبعد الكرة الماضية الى خارج ارضية الملعب، الى خارج ارضية الملعب، فرصة خطيرة ومحاولة لكن الى ضربة مرمى في اللقطة الماضية، شاهد اللاعب في اللقطة الماضية اللي تقدم اللاعب عبد الواحد عبد العزيز تيولوتا اللاعب النيجيري اللي كما ذكرت القادم من الدوري المصري مع النادي البورسعيدي، كرة الان توصل في الجهة اليمنى، محاولة في هذه اللحظات للرقم 10، مين عندنا الرقم 10 في نادي الخليج هنا في هذه اللحظات عند اللاعب عبد الله مال الله، يلعب له كره اماميه لكن كره بتعدي، كره بتمر الى خارج ارضيه الملعب، فيها ضربه مرمى، فيها فرصه بتضيع، فيها كره مرت من الجميع الى ضربه مرمى في اللقطه الترباثيه، هنا شوط المباراه الاول حتى الان بلا اهداف، دائما وابدا اقولها وساردد، نعم دائما وابدا متعة حلاوة ندية روعة كرة القدم بالاهداف بالاهداف، وحتى الان بلا اهداف هنا في شوط المباراة الاول، كرة ملعوبة امامية وصلت سهلة في اللقطة الماضية لحارس المرمى، لما زال يحافظ على نظافة شباكه احمد علي او احمد النقبي، تواجد هنا للموسم الثالث على التوالي مع نادي مسافي، حتى الآن في مرمى هدفين في أربع مباريات سابقة، في أربع مباريات سابقة في مرمى هدفين، حتى الآن كرة لا توصل في الجهة اليمنى، كرة أمامية الآن لكن إلى خارج أرضية الملعب، فيها رمية تباس، رمية تباس في هذه اللحظات لصالح نادي مسافي لكن تحولت من جديد إلى خارج أرضية الملعب، تحدث عن المتصدر في هذا الموسم نادي العربي برصيد 10 نقاط، ياتي ثانيا نادي دبا الفجيرة عنده 8 نقاط في المركز الثالث، اتحاد كلبة 7 نقاط في المركز الرابع، نادي مسافي برصيد 6 نقاط في المركز الخامس، نادي العروبة كذلك 6 نقاط، وايضا في المركز السابع نادي الخليج عنده 6 نقاط، كل الفريقين في رصيدهما 6 نقاط، البحث عن الوصول للنقطة التاسعة، عن النقطة التاسعة في هذه المباراة، كرة الآن فيها خطأ، ملعوبة أمامية للأمام لكن تتخلص، عادت الآن من جديد أحمد ضياء، يلعب له كرة ليناردو، كرة الآن في الجهة اليسرى، محاولات نقلات في هذه اللحظات وصلت لخالد محمد، خالد الآن مشوار مع الشعب، الآن تواجد مع نادي الخليج في هذا الموسم من اجل تعزيز الصفوف، كرة الان توصل في هذه اللحظات تنظيم وبناء هجمه، هنا خالد محمد صقر يلعب له كره اماميه، البحث عن لامين امبا، لامين استلاب او هذا الفنلندي اوسو، اوسو يحاول هداف الدوري الفنلندي في الموسم الماضي، كره الان ليوناردو، ليوناردو يحاول كره اماميه ما زالت مستمره، نقله للامام واحد على واحد، ممكن ان ياتي المرور، ممكن ان ياتي العبور في هذه اللحظات، تشاهد في هذه اللحظات الكره عند محمد خميس لكن الكره بتعدي الى خارج ارضيه الملعب، في توجيهات مستمره، في توجيهات حاضره من فتحي سليم من المصري في هذه اللحظات، كره تتحول الى خارج ارضيه الملعب، فيها رميه تباس، عادت الان من جديد، شاهد كثره الصافره حقيقه في اللحظات الماضيه، كثره الصافره وتحدث عن دقائق يتوقف فيها اللعب بشكل كبير جدا،
هنا في شوط المباراة الأول. كرة ملعوبة أمامية وصلت الآن إلى روجيرو، يحاول في هذه اللحظات يلعب لك كرة أمامية هنا في هذه اللحظات لصالح عبد الواحد أو أوليسيو دي سيلفا جونيور. كرة الآن تعود من جديد في خط الوسط في هذه اللحظات، ما زالت مستمرة، ما زالت قائمة لكن مقطوعة، عادت الآن من جديد. شاهد اللاعب ينحصر في وسط أرضية الملعب، كرات خاطئة، كرات عشوائية، لكن هذه ليوناردو، ليوناردو استلام، ليوناردو يبحث عن الزميل، يبحث عن الرفيق، يبحث الآن عن أحد الخلجويين المتواجدين في أرضية الملعب. كرة الآن توصل عبد الله مالالله، يحاول لكن الكرة بتتخلص إلى خارج أرضية الملعب. شاهد الكرة التربافية، السقوط اللي كان موجود، الاحتجاج بعد ذلك. شاهد اللاعب في لقطة الماضي رافع يده، وبالتالي كرة لم يكن فيها أي شيء حقيقة في اللقطة الماضية. كرة لا تتحول إلى عبد الله مالالله، عبد الله عرضية، عبد الله كرة أمامية في هذه اللحظات لكن تتخلص، عادة الآن من جديد هنا في الجهة اليمنى لصالح نادي مسافي في هذه اللحظات. مسافي يحاول لكن حتى الآن البحث حتى الآن بلا فائدة، بلا جدوى في شوط المباراة الأول. كرة تتحول فيها رمية تباس، شاهد الكرة الماضية، كرة المقطوعة اللي تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تباس، رمية تباس في هذه اللحظات. كرة أمامية الآن، خالد محمد يلعب لك كرة، خالد محمد أسد، وحتى الآن يستأسد ويستميت في خط الدفاع من أجل أن تبقى نظيفة، من أجل أن تبقى شباكة سلبية حتى الآن هنا في شوط المباراة الأول. مرور يأتي، تقدم يأتي في هذه اللحظات من مايكو روجيرو، لكن الكرة فيها صافرة أو فيها راية بداعي الأوفسايد والتسلل في اللقطة الماضية على المحترف النيجيري عبد الواحد تيتيولا في اللقطة الماضية. كرة عادت الآن ليوناردو، حتى الآن أين أنت يا ليوناردو؟ لم يظهر حتى الآن، في انتظار ظهوره، في انتظار تألقه. هنا ليوناردو استلام، ليوناردو هنا ممكن أن يتقدم، ممكن أن يمر، المهارة، الشطارة، العرضية في مكان خطير لكن تبعد في اللقطة الماضية. عادت من جديد الكرة، ما زالت مستمرة هنا في أرضية الملعب. كرة أمامية الآن، البعث عن عبد الواحد لكن عبد الواحد هو وحيد ما بين اللاعبين، ما بين غابة من المدافعين في اللقطة الماضية. كرة تعود الآن من جديد، فيها الآن تحضير، فيها الآن تقدم للأمام، لأن أمبا يحاول، الغيني هنا يحصل على صافرة، يحصل على خطأ في هذه اللحظات. لاعب السابق لمنتخب غينيا يحاول في هذه اللحظات، يحاول الآن، كرة فيها صافرة، فيها خطأ لصالح نادي الخليج اللي يبحث عن بداية الضجيج. خليج يبحث عن بداية الضجيج هنا في شوط المباراة الأول، عن الهدف الأول، عن الفرحة الأولى، عن البسمة الأولى، عن الخبر الأول هنا في شوط المباراة الأول. كرة فيها صافرة، فيها خطأ في هذه اللحظات لصالح أحمد ضياء الكابتن القائد. هل يقودهم إلى التقدم؟ هل يقودهم إلى الأمام هنا في هذه اللحظات؟ نشاهد ونتابع. كرة الآن على مقربة من منطقة الجزاء، على مقربة من منطقة الجزاء في هذه اللحظات. أحمد ضياء وحائط بشري موجود، هل يضيء الطريق أحمد ضياء؟ كرة عرضية موجودة لكن وصلت سالة لحارس المرمى أحمد النقبي في اللقطة الماضية. يلعب له كرة الآن أمامية، محاولة الآن ما زالت مستمرة، الكرة الأمامية دائما وأبدا. عمر سعيد لكن حتى الآن عمر سعيد ليس سعيدا بهذا التعادل، بهذه النتيجة السلبية اللي ما زالت مستمرة، اللي ما زالت متواجدة حتى الآن هنا في شوط المباراة الأول. كرة ملعوبة الآن تتلعب في وسط أرضية الملعب، نقلة، كرة فيها صافرة، شد الكرة الماضية من أحمد ضياء، حاول أن يضيء الطريق، الرأسية تأتي لكن حارس المرمى المتابعة كانت موجودة في اللقطة الماضية. كرة الآن توصل في الجهة اليمنى، مرور يأتي، يا سلام، الله على التقدم، الله على المرور في اللقطة الماضية. من مين؟ من الباك الأيمن، من الباك رايت في اللقطة الماضية، لكن الكرة بتتحول إلى خارج أرضية الملعب.
كانت من اللاعب راشد عبد الله، كاد ان يكون المرشد الى اين؟ المرشد الى المرمى، الى الديار، لكن الكره وصلت الى حارس المرمى في اللقطه الماضيه. 0-0 ما زالت مستمره النتيجه السلبيه، النتيجه الغير محببه دائما وابدا لدى المشاهد المحايد دائما وابدا. أسوأ نتيجه تتواجد في كره القدم هي النتيجه السلبيه. كره لن توصل في وسط ارضيه الملعب، راشد يلعب لك كره، لامين با استلام، لامين لا تمريره في صافره، حافره حكم المباراه تسب صافره وخطا في هذه اللحظات. هذا لاميني طول قامه ممتاز جدا لهذا اللاعب، ممكن ان يستفيد منه نادي الخليج في الكرات الراسيه في الكرات العاليه. كره الان لاحمد ضياء الاختصاصي في الكرات الثابته في هذه اللحظات. احمد يحاول يرسل لك كره الان اماميه عاليه جدا، البحث عن لامين با، كره او اوسو في اللقطه الماضيه وليس لاميني. كرة لا تعود من جديد هنا في وسط أرضية الملعب لصالح نادي الخليج في هذه اللحظات. الخليج بعد العثرات في الجولات الأولى والخروج من التصفيات الأولى هناك في بطولة كأس رئيس الدولة، غير مدربة، استبدل مدربة، المدرب التونسي الحيدوسي اللي كان متواجد في بداية الموسم، الآن يتواجد المدرب المواطن عبد الله صالح ب 52 سنة بالسنوات الكبيرة من الخبرة والكثيرة من العطاء والتواجد مع مختلف الأندية ومع مختلف المنتخبات في جميع المراحل السنية. كرة الآن لأوسو، محاولة أمامية لكن تتخلص تبعد في اللقطة الماضية. أوسو باباتوندا اللاعب الفنلندي، لكن بالتأكيد هو ليس فنلندي الأصل، من أصول أفريقية. كرة لا توصل في وسط أرضية الملعب، كرة فيها صافرة فيها خطأ في هذه اللحظات لصالح نادي الخليج اللي بعد الدقائق الأولى اللي سيطر فيها مسافي عاد ليمسك الكرة، عاد ليسيطر في أرضية الملعب، عاد للاستحواذ من جديد، لكن حتى الآن استحواذ بلا فائدة في صوت المباراة الأول. كرة ملعوبة أمامية تتخلص، عادت الآن من جديد لامين با يحاول، كرة مقطوعة لعبد الواحد، عبد الواحد واحد على واحد ومع عبد الواحد، يحاول الآن يرسل لك كرة لعمر، الكرة مقطوعة، عادت من جديد هنا في وسط أرضية الملعب، تتخلص الآن لصالح في كرة فيها صافرة حاضرة في هذه اللحظات. خالد محمد بدوره يلعب لك كرة أمامية بشكل سريع لكن تتخلص، عادت الآن من جديد كرة فيها صافرة وخطأ، صافرة وخطأ في هذه اللحظات. هنا نلعب في شوط المباراة وسط هذه الجبال المتواجدة هنا في أرضية أو المتواجدة حول هذا الملعب. من يصعد هنا عاليا في دوري الدرجة الأولى، من يتسلق الجبال ويقف هناك ويشاهد فرق دوري الدرجة الأولى من الأعلى من الأعلى. حتى الآن العربي يتصدر. كرة لا توصل في الجهة اليمنى، محاولة أمامية لكن الكرة في اللقطة الماضية تبعد، تتخلص، تعود من جديد، كرة عرثية، محاولة أمامية لكن في الأخير إلى خارج أرضية الملعب، فيها ضربة مرمى، فيها فرصة بتضيع. الفرص الآن حتى الآن كل الفرص، جميع المحاولات ضاعت في الدقائق الماضية. هذا المدرب فتحي سليم في انتظار أن تفتح الشباك هنا في أرضية الملعب. يا فتحي سليم المدرب المصري 56 سنة، محاولة الآن أمامية. يكبر المدرب بدر صالح بأربع سنوات، محاولة الآن أمامية في وسط أرضية الملعب. هو عارف خبايا دوري الدرجة الأولى بشكل كبير جدا بعدما تواجد مع مختلف الأندية هنا في دوري الدرجة الأولى. كرة الآن توصل في الجهة اليمنى، محاولة، عمر يحاول، عمر الآن استلام، عمر تقدم، عمر يهيئ كرة الآن، تصويبة موجودة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، فيها ضربة مرمى، ضربة مرمى في اللقطة الماضية. كرة كانت فيها تصويبة من اللاعب مايكون، أكل الكرة بتعدي
الى خارج ارضية الملعب، فيها فرصة بتضيع لا تتحول لضربة زاوية من الكرات الثابتة. يبحثون عن تحريك السباق، تحريك الشبكة هنا في شوط المباراة الأول. كرة لا تتحول إلى ضربة زاوية، ضربة زاوية الآن، البحث عن أحد الرؤوس اللي توصلهم إلى المرمى. الكرة الأمامية عالية جدا، الراس تضرب الآن في اللقطة الماضية. الكرة من جونيور أو من مايكون، نعم في اللقطة الماضية، لكن كرة تتخلص، تعود الآن من جديد إلى خارج أرضية الملعب. فيها رمية تباس، رمية تباس في هذه اللحظات. شد الكرة الماضية، الارتقاء يا سلام، ارتقاء كان من دا سيلفا جونيور، لكن الكرة بتتخلص إلى خارج أرضية الملعب. فيها رمية تباس، شد الكرة الماضية، الإبعاد اللي كان حاضر من جانب اللاعب راشد خميس في اللقطة الماضية. كرة خلفية هنا دكة بدلاء فريق مسافي، كرة لا توصل في وسط أرضية الملعب. لامين مباه يلعب لك كرة لحارس المرمى، سد الضغط المتواجد من عبد الواحد تيلوتيا في اللقطة الماضية. يا سلام، مرور وتقدم، كرة لا تتلعب في الجهة اليمنى، محاولة أمامية في هذه اللحظات من الجهة اليمنى، كرة ما زالت مستمرة لكن مقطوعة. عادت الآن من جديد هنا في وسط أرضية الملعب من الجهة اليمنى، محاولة أمامية. الخليج الذي يسعى للعودة من جديد إلى دوري الأضواء، الخليج اللي قدم الأسماء المميزة في فترة من الفترات. كرة الآن فيها كمبارك غانم وخليل غانم وعبد الله سلطان، وكرة الآن أمامية، وأيضا اللاعب بدر صالح، سابقا بدر صالح مدرب الخليج اللي اعتزل كرة القدم في عام 96. عبد الله صالح على فكرة درب منتخب الإمارات وقابل البرازيل كمدرب، وقابل البرازيل كلاعب في عام 86 عندما تواجد في مباراة خيرية، في مباراة ودية هناك، عندما قابلت البرازيل منتخب آسيا في المباراة الخيرية، وتواجد مع النجم الأسمر، مع الفهد الأسمر فهد خميس في عام 86 مع منتخب آسيا اللي قابل منتخب البرازيل في المباراة الخيرية. محاولة أمامية، كرة أمامية لكن تتخلص. عادت الآن، الضغط المستمر، الحصار، عبد الله مال الله العرثية، لكن مرت في اللقطة الماضية، فيها فرصة بتضيع، كرة بتوقف، بتوقف الخلجاوية، بتوقف الجماهير اللي متواجدة في هذا اللقاء، لكن الكرة بتعدي. نعم، أوسو كان بعيد، ليوناردو كان بعيد، الكرة تبتعد. هنا نظرات مشاهدة ترقب من هذا الرجل عبد الله صالح المتواجد في هذا المساء كمدرب وقائدا لكتيبة فريق الخليج في هذا المساء. كرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب، فيها رمية تباس في هذه اللحظات، رمية تباس انتظر الأهداف دائما وأبدا، انتظر في شوط المباراة الأول اللي ستعطي بتأكيد حلاوة ومتعة وندية واستزال للمباراة بشكل أكبر وأفضل في الدقائق القادمة من شوط المباراة الثاني أو الأول. كرة لا تتحول في الجهة اليمنى، لكن الفرص موجودة، المحاولات موجودة حتى الآن هنا في هذه المباراة. كرة تتحول الآن إلى رمية تباس، رمية تباس في هذه اللحظات لصالح نادي مسافي. في هذه اللحظات هنا اللاعب البرازيلي هذا البرازيلي روجيرو، كرة الآن توصل أمامية. روجيرو لاعب سابق في دبل فجيرة، كان لاعبا سابقا في دبل فجيرة في موسم من المواسم. كرة الآن تتحول إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تباس، ملعوبة أمامية، المحاولة ما زالت مستمرة لكن عادت من جديد إلى رمية تباس لصالح نادي الخليج هذه المرة، لصالح نادي الخليج هذه المرة. كرة أمامية الآن، عادت الآن من جديد، يقترب من دخول لعشر أو آخر عشر دقائق، آخر عشر دقائق هنا من شوط المباراة الأول. المشهد الأول حتى الآن لا جديد يذكر، لا جديد يذكر، النتيجة هي النتيجة كما بدأت، كما انطلقت في هذا المساء.
كرة تتحول في الجهة اليمنى ملعوبة أمامية في مكان خطير، كرة ما زالت لكن إلى خارج أرضية الملعب، فيها فرصة بالضيع. تحدث عن 13 فريق يتواجدون في هذا الموسم بعد انسحاب فريق مصفوت اللي تواجد في الموسم الماضي، وبالتالي اللي انسحب بعد ذلك من المسابقة وانسحب من التواجد في هذا الموسم. كرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب، فيها رمية تباس. مباريات يوم الأمس الرمس أو الذد تعادل مع حتى بأربعة أهداف مقابل أربعة في مباراة كانت مثيرة بالتأكيد، ثمان أهداف تواجدت في تلك المباراة. الفجيرة فاز على التعاون بستة أهداف مقابل هدف. مباريات أو مباريات هذا اليوم، الرمس يلعب مع العربي، والآن تشاهدون الخليج مع مسافي أو مسافي مع الخليج، بما أن مسافي يستضيف نادي الخليج. يوم الغد لدينا مواجهة قوية جدا قوية جدا في دوري الدرجة الأولى ما بين دبل حصن وما بين نادي اتحاد كلبة. صد الكرة التربافية، الكرة اللي كانت فيها عرقلة هنا فتحي سليم، هذا المصري تواجد مع مسافي، هو أول مرة يدرب نادي مسافي. كرة الآن فيها خطأ، كرة الآن تتحول أمامية لصالح نادي الخليج. في هذه اللحظات لدينا فتحي سليم المدرب اللي تواجد هناك في الدوري السعودي، لكن في دوري الدرجة الأولى درب نادي الطائي. وكرة الآن توصل أمامية في هذه اللحظات، درب أيضا نادي الرياض هناك في المملكة العربية السعودية، وكذلك تواجد كمدرب مع من؟ مع الليث، تواجد مع نادي الشباب في موسم من المواسم، تواجد أيضا هناك في الدوري البحريني مع نادي الرفاع البحريني في السنوات الماضية. درب هناك في أفريقيا خارج مصر مع نادي ليبي يدعى الأخضر الليبي. كرة الآن توصل، لكن اليوم هو يواجه الأخضر، الأخضر الخلجاوي. كرة الآن توصل أمامية، محاولة روجيريو، يحاول الكرة، فيها استلام، فيها تسليم لروجيريو من عبد الواحد لروجيريو، كرة أمامية هناك عبد الواحد يسقط، والسقوط يأتي الآن. كرة فيها صافرة، فيها خطأ في هذه اللحظات، صافرة وخطأ. شاهد الكرة الماضية اللي كان فيها التقدم، لكن بعد ذلك شاهد خالد محمد وخالد الصقر في اللقطة الماضية كان في المكان السليم، وبالتالي أبعد الكرة الماضية. شاهد الرغبة، الإصرار على افتكاك الكرة الماضية، على الروح اللي يلعب فيها هذا اللاعب خالد صقر. بينما هنا هذا المدرب فتحي سليم اللي تحدثت عنه في اللحظات الماضية، أولى البطاقات الصفراء تتواجد بداعي التحايل على حكم المباراة والتمثيل في اللقطة الماضية من جانب اللاعب عبد الواحد. هنا فتحي سليم الآن الأمور سليمة يا فتحي في صوت المباراة الأول. صعد مع نادي دبي في موسم 2005 ذلك الصعود، نعم، وذلك الإنجاز مع نادي دبي، هل يحقق مع نادي مسافي؟ لكن الأمور صعبة، الأمور صعبة صعبة جدا بتواجد أندية منافسة على الصعود، بتواجد تتحدث عن دبا الفجيرة، تتحدث عن نادي الفجيرة، تتحدث عن نادي كلبة، أيضا تتحدث عن نادي دبا الحصن المنافس وبقوة في هذا الموسم. كرة الآن أمامية ملعوبة في هذه اللحظات في وسط أرضية الملعب، لكن تتخلص تعود الآن من جديد لامين مبا الغيني، يلعب لك كرة لأوسو الفنلندي من أصول أفريقية، لكن كرة تتخلص إلى خارج أرضية الملعب، فيها رمية تباس. راشد الآن يلعب لك كرة أمامية، عبد الله مولالله، عبد الله استلام، عبد الله ممكن أن يمر، لكن الكرة الماضية لا تمر إلى خارج أرضية الملعب، فيها رمية تباس في هذه اللحظات.
رمية تبع سورة الاعتذار هنا روح رياضية لتتواجد ما بين اللاعبين هنا في أرضية الملعب في شوط المباراة الأول الذي يقترب من الرحيل، يقترب من النهاية، يقترب من إزدال الستار. هنا على شوط المباراة الأول كرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب، فيها ضربة زاوية، ضربة زاوية ليناردو آخر دقيقة. يا من يتابع، يا من يشاهد الشارقة الرياضية، حتى الآن شوط المباراة الأول بلا أهداف، لا غالب ولا مغلوب حتى الآن في هذا الشوط. كرة لا تتحول، ضربة زاوية، هل تأتي الكرة الأخيرة؟ الأخبار الأخيرة، الله، رايح رايح في الكرة الماضية والتسلل في اللقطة الماضية. نشاهد ونتابع إعادة اللقطة وإعادة الكرة في اللقطة الماضية. هنا ليوناردو اللي تقدم في اللقطة الماضية واللي حاول مرور راية كانت موجودة من هذه اللقطة غير واضحة. أتمنى أن نشاهدها من لقطة ثانية ومن زاوية ثانية. كرة الآن فيها صافرة، فيها خطأ في هذه اللحظات، نتيجة ما زالت سلبية هنا ما بين الفريقين في نهاية شوط المباراة الأول، في نهاية المشهد الأول قبل النهاية، قبل الرحيل عن هذا الشوط. هنا صافرة حكم المباراة. مشاهدينا متابعينا عبر الشارقة الرياضية، تأتي بنهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى. حتى الآن لا جديد يذكر في هذا الشوط، النتيجة هي النتيجة التعادل السلبي يستمر في هذا اللقاء. وبالتالي هكذا انهينا وهكذا انتهينا من شوط المباراة الأول، على أمل اللقاء في شوط المباراة الثاني. تقبلوا تحيتي، محدثكم أحمد عبد الله، سلام الله عليكم، إلى اللقاء. اعطيني الكيو، تعطيني الكيو بس، كيو 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 كيو. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، عودة اعزائي المشاهدين، اصدقائي الرياضيين، متابعينا الشارقة الرياضية اينما كنتم، لاحداث شوط المباراة الثاني هنا من مواجهة الخليج، مسافي او مسافي الخليج
تركنا شوط المباراة الأول ينتهي ما بين الفريقين بالتعادل السلبي كما بدأت، كما انطلقت هنا الكل في انتظار صافرة حكم المباراة اللي تعلن عن بداية شوط المباراة الثاني هنا ما بين الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم هنا في الإمارات، دوري الدرجة الأولى لموسم 2013-2014. هنا الجولة الخامسة، الأسبوع الخامس، الشوط الأول من لقاء الخليج، ومسافة ما بين الفريقين بالتعادل السلبي 0-0 ما بين الفريقين. ماذا عن شوط المباراة الثاني؟ ماذا عن المشهد الثاني؟ ماذا عن الفصل الثاني؟ هنا ما بين الفريقين 45 دقيقة، وبعدها سنتعرف على هوية الفائز، على هوية صاحب النقاط الثلاث، صاحب النصر والانتصار هنا في هذا المشوار. شوط المباراة الثاني، لا تبديلات بالنسبة للتشكيلة، لا تغييرات بالنسبة للأوراق في تشكيلة الفريقين، الأسماء هي الأسماء، اللاعبين هم اللاعبين اللي بدأوا شوط المباراة الأول ويبدون هنا شوط أو يبدأوا نعم شوط المباراة الثاني. تشكيلة فريقي مسافي في هذه المباراة، أحمد علي في حراسة المرمى، سلطان سالم، علي محمد، مايكو روجيرو، سعود راشد، أيوب حمدان، عبد الله خالد، عبد الواحد تيليوتيا، إليسيو دا سيلفا، أحمد حسين، عمر سعيد، هكذا هي الأسماء بالنسبة للمدرب المصري فتحي سليم مدرب فريق مسافي. بينما تشكيلة فريق الخليج في هذه المباراة في شوط المباراة الثاني، أحمد سالم، راشد عبد الله، فارس صالح، ليوناردو، عبد الله مالالا، راشد خميس، تينيريو، لامين با، بوسو باباتوندا، خالد محمد صقر، محمد خميس، احمد ضياء، هكذا هي الاسماء بالنسبه للمدرب المواطن او بدر صالح اللي يتواجد مع فريق الخليج في ثاني مبارياته بعدما تواجد الحيدوسي في السنوات الماضيه او في الجولات الماضيه عفوا، نعم بعدما تواجد التونسي، الان مع المحلي، الان مع المواطن في فتره يقدم فيها المدربون المواطنون حقيقه مستوى رائع جدا مع الانديه او مع المنتخب الإماراتي في الفترة اللي يقدم فيها مهدي علي مستوى كبير جدا هناك مع الأبيض مع المنتخب الوطني، واللي يقدم فيها عبد الله مسفر هناك مع نادي الظفرة مستويات رائعة جدا في دوري المحترفين. تتواجد حقيقة هنا الأسماء المواطنة والأسماء المحلية مع أندية دوري الدرجة الأولى وبكثرة في هذا الموسم. كرة الآن تتلعب في الجهات اليمنى، محاولة في وسط أرضية الملعب، الأسماء الحاضرة هي الأسماء اللي شاركت في شوط المباراة الأول هنا في انتظار أن تظهر، في انتظار أن تتألق، في انتظار أن تتواجد في صوت المباراة الثاني. كرة الآن توصل لحارس المرمى أحمد سالم، لم يهدد كثيرا، لم يختبر كثيرا في شوط المباراة الأول، شوط لم يكن مليئا بالفرص، لم يكن مليئا بالمحاولات، لم يكن مليئا بالإثارة. نتمنى شوط المباراة الثاني حقيقة بأن يكون مغاير، بأن يكون بشكل ثاني، بشكل آخر مما كان عليه شوط المباراة الأول. كرة الآن تتلعب في وسط أرضية الملعب لروجيرو، روجيرو يحاول يقل كرة بابية، استلام من عبد الواحد لعمر سعيد، المثلث الخطير يحاول في اللقطة الماضية، عمر سعيد، روجيرو، وعبد الواحد، الأسماء الثلاثة اللي تتواجد مع المسافي في هذه المباراة واللي تواجدت مع مسافي عندما انتصر في المباراة الماضية على فريق التعاون بنتيجة كبيرة جدا، بنتيجة 9 أهداف مقابل لا شيء، ولكن في هذا المساء لا يبحث عن 9 ولا يبحث عن 8 ولا يبحث عن 7، اليوم يبحث عن الهدف الأول، اليوم يبحث عن الضربة الأولى، عن اللدغة الأولى للمرمى هنا في صوت المباراة الثاني. كرة لا توصل في وسط أرضية الميدان، من يكسب الرهان، من يتجاوز هذا الامتحان، امتحان الأسبوع السابع أو الخامس، الخامس، الكرة الأمامية في مكان خطير، عبد الواحد استلم، عبد الواحد دار، وحكم المباراة ما يلف ويدور، ركلة جزاء يحتسبها العلي، هنا ضربة جزاء، بلنتي، بلنتي، بلنتي.
ميسي لصالح مسافي في أرضه ما بين جماهيره في معقله في دياره يتحصل على ضربة جزاء. ضربة جزاء شهد الكرة الماضية العرقلة هنا بلنتي ولا لا؟ نشاهد نتابع من هذه اللقطة يعني يبدو بأن هذه الوهلة من هذه الكرة قرار غير واضح او الخطأ غير واضح حقيقة في اللقطة الماضية، لكن حكم المباراة عموما نعم لديه القرار الاول والاخير، وبالتالي هنا ضربة جزاء. ضربة جزاء من على تنفيذ عمر سعيد سجل هاتريك في المباراة الماضية امام التعاون في النتيجة الكبيرة بالتساعية بالتسعة في المباراة الماضية. اليوم هنا نشاهد ليس عمر بل انما هو اللاعب رقم 51 دا سيلفا جونيور ابن البرازيل. هل يفتتح التسجيل؟ الله مسافي يسجل اولا، يبدأ اولا هنا في شوط المباراة الثاني عن طريق البرازيلي ابن البرازيل. يبدأ التسجيل، يبدأ هنا اللقاء في كورة ودى الحارس في زاوية، ودى الكورة في زاوية، ودى مسافي للهدف الاول. يا سلام على يميني، على يميني احمد سالم، يميني جونيور لم تخطى الطريق، لم تخطي المرمى، عرفت المسار، عرفت نعم المسار، وبالتالي اعلنت عن اولى الاخبار، عن اولى الاخبار في هذا الحوار. هنا يتقدم مسافي باولى الاهداف، باولى الكرات في المرمى، في الشباك، في المعقل، هنا في صوت المباراة الثاني. بداية قوية، بداية مثيرة حقيقة هنا في صوت المباراة الثاني. نشاهد هدف، نشاهد ضربة أولى لصالح نادي مسافي في شوط المباراة الثاني، بالتأكيد ستغير من أجواء اللقاء، ستغير من مجريات اللعب هنا في أرضية الملعب. بالتأكيد نعلم ويعلم الكل أن الخليج لا يحتمل خسارة ثالثة، لا يحتمل نعم سقوط ثالث في هذا المساء، وبالتالي سيسعى جاهدا للتعويض. عبد الله ملالا يحاول، عبد الله استلام، عبد الله كرة عرضية أمامية خطيرة، يا الله الله الله، الغين يعود سريعا. هنا اوسو في كرة عرضية وراسية ذكية سكنت الشباك، اعلنت عن هدف التعادل، لم يتأخر الرد، الرد ياتي سريعا من اوسو بالراس بأجمل احساس، نعم في المرمى. شاهد الكرة العرضية الراسية الذكية، هنا اوسو هداف في الدوري الفنلندي، يسجل هنا في دوري الدرجة الأولى، يسجل هنا في هذه المباراة. 1-1 وخذ لك مباراة، 1-1 ومباراة تشتعل، 1-1 وبالعامية تولع 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 الآن ما بين الأبيض والأخضر. هنا صوت ثاني مغاير، يا لها من ركلة جزاء غيرت الأوضاع يا سليم. الأمور لم تعد سليمة يا فتحي. هنا يتابع، هنا يراقب، روجيريو يسقط، حكم المباراة يحتسب خطأ، حكم المباراة صافرة حاضرة في كرة لصالح نادي مسافي من أجل العودة للانتصار، من أجل العودة للتقدم، من أجل العودة لزيارة الشباك من جديد. محاولة أمامية داخل منطقة الجزاء، كرة ما زالت العرضية تأتي الآن، محاولة، كرة حائرة دائرة لكن تبعد، عادت من جديد، عادت لتعود الآن. هجمة لمسافي من الجهة اليمنى، محاولة أمامية بينزلها أوسو، حاول الآن أوسو في اللقطة الترباثية لكن كرة تتخلص، تعود الآن لي
احمد ضياء، ضياء الى عبد الله، عبد الله مال الله هو الانشط في الجهه اليمنى هنا في شوط المباراه الثاني. الرد لم يتاخر، لم يتاخر ولو لدقيقه، ولو لدقيقه. نعم اتى الرد سريعا من الخليج الذي يرفض الخساره، الذي يرفض السقوط في هذا المساء، يرفضون الخساره والتعرض لتذوق طعم المراره هنا في هذه المباراه. شاد الكره الماضيه والاصطدام اللي كان موجود، حكم المباراه كان قريب وبالتالي اعطى الصافره واعطى الخطا. كره لن توصل، محاوله في وسط ارضيه الملعب. ليوناردو، اين انت يا ليوناردو؟ اين امكانياتك؟ عن الشوط الاول ليوناردو استلام تقدم، لكن غاب من السيقان، غاب من السيقان في اللقطه الماضيه. تبعد، تنقذ، تعود الان لراشد. يا سلام عبد الله مال الله، كره في الجهه اليمنى، محاوله ما زالت فيها صافره وفيها خطا. ويا محلى المباراه في الشوط الثاني، يا محلى المباراه في الشوط الثاني. كره الان فيها خطأ في هذه اللحظات، شاهد الكرة الماضية، الصدام اللي كان موجود والخطأ اللي كان حاضر، حكم المباراة قريب الآن، وشاهد دكة بدلاء فريق الخليج تقوم بعمليات الإحماء. بالجانب الآخر دكة بدلاء فريق مسافي أيضا تقوم بعمليات الإحماء من أجل الدخول هنا في شوط المباراة الثاني، من أجل تعزيز الصفوف في هذا الشوط. كرة الآن فيها صافرة، فيها خطأ، فيها كرة الآن من أحمد ضياء، يلعب له كرة عرضية لكن تبعد. الخليج يضغط، الخليج في عمليات بريس واضحة في شوط المباراة الثاني من أجل تسجيل الهدف الثاني، من أجل الوصول للنقطة التاسعة. إذا وصل للنقطة التاسعة هذا يعني أن الخليج يصل للمركز الثاني، وما في أحلى من المركز الثاني في هذه الأيام، لأن الخليج يبحث عن العودة، يبحث عن العودة من جديد إلى دوري المحترفين. كرة لن توصل ليوناردو، استلام، ليوناردو يحاول ان يتلاعب، جماهير الخليج تحتج. الكره الترباثيه فيها صافره، فيها خطا، صافره، خطا في اللقطه الترباثيه. تحدث عن دكه البدلاء اللي متواجده في صفوف الفريقين، الخليج عنده عبد الله حسن، عنده احمد سعيد، عنده طالب علي، عنده صالح احمد، عنده سعد مبارك، عنده علي عبد الكريم، عنده عبيد يوسف. هكذا هي الاسماء بالنسبه لنادي الخليج في دكه البدلاء في شوط المباراه الثاني. بينما دكه بدلاء مسافي، عبد العزيز درويش، مبارك سعيد، سالمين سعيد، عمر درويش، عبد الله صقر، محمد حسن، سرور عتيج. هكذا هي الاسماء بالنسبه لدكة بدلاء فريق مسافي هنا في شوط المباراة الثاني. كرة الآن تتلعب في الجهة اليمنى لكن تتحول إلى خارج أرضية الملعب. غيابات فريق الخليج في هذا المساء، تحدث عن ثلاثة غيابات، محمد عبود أو محمد عبود، وكرة خطيرة الآن ما زالت مستمرة داخل منطقة الجزاء. التصويبة في الانتظار، هل تأتي، هل تأتي في هذه اللحظات؟ ما زالت، لكن الضغط موجود. محمد عبود يغيب، وإبراهيم سعيد وأيضا سعيد نصيب الذي حقيقة يغيب بداعي الإيقاف عن هذه المباراة بحصوله على ثلاث إنذارات، وبالتالي يغيب عن هذه المباراة. كرة الآن تتحول إلى رمية تماس، كرة أمامية الآن، البحث عن عبد الواحد، لكن الكرة الترباثية تتخلص من أمامه إلى خارج أرضية الملعب. فيها رمية تماس، رمية تماس، كرة الآن أمامية، تلعب بالرأس، أمامية داخل منطقة الجزاء لكن تتخلص. عادت من جديد، تحضير ومسافي خطير حقيقة هنا في صوت المباراة الثاني، لكن الكرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب. فيها كرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب، فيها ضربة مرمى وفرصة بتضيع في اللقطة الترباثية. بدر صالح ما زال يقف، ما زال يوجه، كما ذكرت بدر صالح اللاعب السابق لنادي الخليج ولاعب المنتخب. وكرة الآن لروجيرو، انطلق روجيرو، تقدم، لكن الكرة الواضية تبعد، تنقد من خالد صقر، عادت لعبد الله مال الله، مال الله يحاول، مال الله الآن يلعب له كرة إلى راشد، راشد خميس إلى عبد الله مال الله، واحد على واحد، لكن الكرة الواضية تبعد،
تتخلص تعود لها من جديد في الجهه اليمنى للاعبي فريق مسافي عند اللاعب عبد الله خالد يلعب لك كره اماميه في وسط ارضيه الملعب، كره ما زالت مستمره، كره ما زالت حاضره اماميه في هذه اللحظات لكن تتخلص من جانب اللاعب جونيور. عندنا اللاعب سعود راشد بالرقم 21 وليس جونيور، كره الان توصل في الجهه اليمنى لكن تتخلص الى خارج ارضيه الملعب. جاهد عدة مدربين يتواجدون في هذا اللقاء وجمال حاتي يتواجد في المنصة الرئيسية واللي يتواجد في هذه المباراة، المدرب اللي تواجد في السنوات الماضية مع أندية عديدة، تواجد مع الشباب، تواجد مع الظفرة، تواجد مع نادي دبي، تواجد حقيقة مع أكثر من نادي ويتواجد أيضا موجود حقيقة في هذه المباراة. لا نعلم ممكن هناك عرض، ممكن هناك عرض من احد انديه الدرجه الاولى، لا نعلم، لا نستبق الاحداث. كره الان فيها صافره فيها خطا في هذه اللحظات، صافره وخطا لصالح من؟ لصالح نادي الخليج على مقربه من منطقه الجزاء. علي الخليج في هذه اللحظات عند احمد ضياء وليوناردو على الكره، ضربة حرة مباشرة. أحمد النقبي يوجه يضبط الآن حائط البشري. شاهد ونتابع، جماهير الخليج تترقب وتنتظر هنا في هذه اللحظات. نشاهد ونتابع لاعبين على الكرة هنا الأصلعان أحمد ضياء وليوناردو، أحمد ضياء وليوناردو. نشاهد ونتابع هنا في هذه اللحظات، يبدو بأن اللاعب البرازيلي ليوناردو ضاعت الكرة الماضية، فرصة في محاولة، نعم فيها فرصة بتضيع، كرة مرت من الجميع إلى خارج أرضية الملعب، حب أن فيها يباغت حارس المرمى ويلعبها من تحت الحائط البشري لكن الكرة عدت، الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب على يمين أحمد علي في اللقطة الماضية فيها ضربة مرمى في الوقت الذي يستعد فيه أحد بدلاء فريق الخليج هنا في شوط المباراة الثاني، يبدو بأن اللاعب طالب علي. نشاهد ونتابع، كرة الآن توصل في هذه اللحظات في وسط أرضية الملعب من الجهة اليمنى، أوسو يلعب لك كرة في الجهة اليمنى، عبد الله مال الله، العرضية في الانتظار، العرضية تأتي على المتابعة لكن ياه الكرة الماضية، الكرة الماضية في اللحظة الأخيرة لم يكن التصرف بصورة ممتازة وبالتالي كرة تتخلص. عبد الواحد يحاول، واحد من بين عدة من المدافعين يحاول الآن، الكرة في الجهة اليمنى، كرة فيها صافرة فيها خطأ. تبديل أول لمسافي، لمسافي اللاعب رقم 24 أو 27 سيشارك عمر درويش، عمر درويش سيشارك في هذه اللحظات أعتقد بديلا للاعب علي محمد سيف اللي سيغادر هنا. تبديل أول لهذا الرجل المصري هنا فتحي سليم، يفتتح أولى التبديلات في شوط المباراة الثاني ويشرك اللاعب عمر درويش، بينما هنا بدر صالح، بدر صالح ما زال يراقب، ما زال يناظر وما زال ينتظر هنا هذه المباراة وما تخبئ من أسرار، لأن حتى الآن المباراة لم تبوح بكل الأسرار. إذن علينا الانتظار والانتظار لقادم المشوار هنا في هذه المباراة. كرة لا توصل للجهة اليمنى، محاولة الكرة الأمامية، ليوناردو استلام، مطالبة بخطأ في اللقطة الماضية، حكم المباراة لا يكترث للسقوط. الكرة الآن أمامية، البحث الآن عن عمر سعيد، محاولة أمامية، كرة تتخلص، عادت لدفاعات فريق الخليج في هذه اللحظات، عادت لدفاعات فريق الخليج، كرة الآن ملعوبة أمامية. شاهد الكرة الماضية، أحمد سالم في كرة كاد أن يورط فيها خالد محمد لكن تصرف كان ممتاز جدا من خالد محمد صقر في اللقطة الماضية، حدث على أكثر الفرق فوزا
العربي عنده ثلاث انتصارات حتى الآن، لدينا ثلاثة فرق لم تحقق أي انتصار حتى الجولة الثالثة. أندية الذيد والجزيرة الحمراء والتعاون بلا انتصار، بلا انتصار حتى الآن في أربع جولات ماضية. كرة الآن توصل أمامية لكن إلى خارج أرضية الملعب. تحدث عن فرق أيضا لم تتعادل في هذا الموسم، التعاون لم يتعادل، الرمز أيضا لم يتعادل، الخليج لم يتعادل، العروبة لم يتعادل، مسافي لم يتعادل، هنا فرق لم تتعادل في هذا الموسم. كرة الآن إلى ضربة مرمى، أكثر الفرق اللي خسرت في هذا الموسم الرمز، ثلاث خسائر، ثلاث خسائر من أربع مواجهات مافيا. العربي ودبل فتيرة وأيضا دبل حسن، جميع هذه الأندية لم تخسر حتى الآن، حتى هذه الجولة الخامسة. حدث عن أقوى خط هجوم نادي الخليج، مسافي عنده 12 هدف، أضعف خط هجوم. محاولة أمامية روجيرو من أجل الهجوم، من أجل الهجوم، الكرة الأمامية، الله عمر سعيد، يسعد المحبين، يسعد المناصرين، يسعد هنا في هذه اللحظات لاعبي وجماهير ومدرب والكل من يحب مسافي، هنا في صورة، في صورة يظهر فيها عمر سعيد، في كورة يسجل فيها حضوره في شوط المباراة الثاني، في تهيئات من البرازيلي إلى عمر، عمر هنا طريق عرف الوصول إلى المرمى، خروج من حارس المرمى، لكن الكرة وصلت إلى المرمى، وصلت إلى الدار، وصلت هنا وأعلنت عن ثالث الأخبار، ثالث الأخبار في صوت المباراة الثاني. عمر سعيد يسجل الهدف الثالث في هذه المباراة والثاني لمسافي. مسافي يتقدم، مسافي في أرضه، مسافي في دارة، في معقله، يتقدم بهدفين، يتقدم بضربتين في شوط المباراة الثاني عن طريق عمر سعيد اللي حتى الآن يزاحم الهدافين، يزاحم الهدافين، يصارع المهاجمين، ينافس المحترفين بالتأكيد في دوري الدرجة الأولى، على اعتبار أنه حتى الآن عنده خمسة أهداف، خمسة أهداف في هذا الموسم هنا في دوري الدرجة الأولى، بعدما سجل هاتريك، بعدما سجل هاتريك في المباراة الماضية. اليوم يظهر، اليوم يسجل هنا هدف أول في هذه المباراة، تبديل لفريق الخليج، دخول اللاعب طالب علي، دخول اللاعب طالب علي هنا في شوط المباراة الثاني، وخروج محمد خميس. تبديلات هنا تستمر في شوط المباراة الثاني من أجل تبديل النتيجة. حتى الآن مع التبديلات، مع التغييرات، تتبدل النتيجة، تتغير الصورة والكرة الأمامية، لكن إلى خارج أرضية الملعب، فيها ضربة زاوية، ضربة زاوية، مسافي يسجل، الخليج يرد، مسافي عاد للتسجيل، هل يرد الخليج من جديد؟ هل يعود الأخضر من جديد؟ هنا الأخضر، الأخضر الذي يسر الناظرين، هل يسر محبيه؟ هل يسر منصريه؟ لكن الكرة الماضية بتتخلص إلى خارج أرضية الملعب، فيها ضربة مرمى في اللقطة الماضية أو فيها خطأ، حكم المباراة كان قريب في اللقطة الماضية، احتسب خطأ لصالح فريق مسافي المتقدم. حتى الآن ستة نقاط في جيبه، إذا ما وصل إلى النقطة التاسعة بالتأكيد سيصل للمركز الثاني. كرة الآن توصل للجهة اليمنى، عبد الواحد اللي عامل بلبلة، عامل مشكلة لدفاعات الخليج، يا الله بتعدي الكرة، بتعدي أحمد سالم، يبعد الكرة، تعود الأرضية موجودة، عبد الواحد إنه في موقع التسلل في اللقطة الماضية، الكرات الأرضية، الخطورة تأتي من اليمين، من اليسار، في اللحظات الماضية شاد الكرة الأرضية والرأسية اللي كانت موجودة، أحمد سالم أبعد اللقطة الماضية، وبالتالي فرصة بتضيع على فريق مسافي، قد يندمون على ضياع هذه الكرات في وقت
وقت لا ينفع فيه الندم، في وقت سيحتاجون فيه مثل هذه الكرات، مثل هذه الفرص، لأن الخليج لا يستسلم، لأن الخليج لا يرفع المنديل، لأن الخليج بالروح بالعزيمة بالإصرار يبحث عن العودة من جديد. كرة تتحول للاعب هنا في هذه اللحظات، البديل في هذه اللحظات احمد ضياء يلعب لك كره الان في الجهه اليمنى، راشد يحاول، راشد في الجهه اليمنى، كره ما زالت مستمره في هذه اللحظات، او هذا اللاعب لدينا راشد عبد الله، الكره ما زالت مستمره. هذا راشد عبد الله ناجم اللي كان وين؟ اللي كان بنياس في الموسم الماضي، يتواجد هنا في هذا الموسم، لم يكن اساسيا مع نادي بنياس، فرصه للتواجد وللظهور مع نادي الخليج، انتقاله بالتاكيد مكسب لنادي الخليج في هذا الموسم، على اعتبار واحد من ابرز اللاعبين حتى الان في صفوف نادي الخليج في هذا الموسم القادم من بنياس، حتى الان يثبت اقدامه بشكل ممتاز جدا مع فريق الخليج هنا في هذا الموسم. كره تتحول اماميه من احمد ضياء، محاولة أمامية لكن وصلت سالة إلى حارس المرمى أحمد علي في هذه اللحظات. أحمد علي، كرة الآن لصالح فريق مسافي في هذه اللحظات، كرة أمامية وصلت الآن في وسط أرضية الملعب. تحدث عن جدول الترتيب في هذا الموسم، العربي أولا، دبل فجيرة ثانيا، اتحاد كلبة ثالثا، مسافي رابعا، العروبة خامسا، تحدث قبل هذه الجولة، الخليج سادسا حتى سابعا، دبل حصن في المركز الثامن، في المركز التاسع نادي الفجيرة، في المركز العاشر الرمس، في المركز الحادي عشر الذيت، في المركز الثاني عشر الجزيرة الحمراء، في المركز الثالث عشر التعاون. التعاون كرة الآن توصل، محاولة في وسط أرضية الملعب من جديد، عادت للخليج، أحمد ضياء يحاول يلعب له كرة لراشد، راشد عبد الله، الكرة الأمامية، المحاولة ما زالت، الكرة الأمامية تبعد، عادت هذه الكرة الماضية، صافرة وخطأ في هذه اللحظات، صافرة وخطأ هنا في هذه اللحظات، حكم المباراة يده في جيبه، هناك قرار. عبد الله راشد او راشد عبد الله نازم يتحصل على بطاقه صفراء، ويبدو ان اللاعب في اللقطه الترباضيه خالد محمد صقر يتحصل على بطاقه صفراء في هذه اللحظات، ثالث البطاقات الملونه اللي تحضر هنا في هذا اللقاء وفي شوط المباراه الثاني في هذا المساء. شاهد حكم المباراه والحديث مع احد اللاعبين عبد الله مال الله، شاهد الكره الترباضيه، الخطأ اللي كان موجود في اللقطة الماضية والصافرة كانت حاضرة، كرة الآن أمامية، محاولة أمامية للوصول للهدف الثالث اللي سيريح كثيرا لاعبي فريق الخليج ومدربه فتحي سليم في هذه المباراة. كرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب، فيها رمية تماس أمامية، الآن الكرة تعود من جديد، خالد محمد صقر يلعب لك كرة الآن، خالد يقود خط الدفاع في هذه المباراة، لكن حتى الآن في مرماه اثنين، في مرماه اثنين، كرة لا توصل إلى عبد الله، أو هذا راشد عبد الله في الجهة اليمنى، راشد القادم من بنياس يحاول في هذه اللحظات، لكن كرة تتخلص، عادت من جديد هنا لصالح فريق مسافي، عمر من الجهة اليسرى يحاول، من اليسار يبحث عن ثالث الأخبار، عن الخبر السار، يتقدم أرضية لكن تبعد، تتخلص في اللقطة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، فرصة بتضيع، الكرة تتحول إلى ضربة زاوية، شاهد الكرة الماضية، شاهد الفرصة الماضية اللي أبعدت من راشد خميس، تتحول إلى خارج أرضية الملعب، فيها ضربة زاوية، ضربة زاوية لمسافي، مسافي يبحث من جديد، من جديد عن الهدف الثالث، كرة الأمامية تلعب بالراس، لكن إلى خارج أرضية الملعب، فيها ضربة مرمى، فيها فرصة بتضيع. شاهد الكرة الراسية اللي ضاعت في اللقطة الماضية واللي تحولت إلى خارج أرضية الملعب، فيها ضربة مرمى. الكرة الآن تعود في وسط أرضية الملعب، أمامية الآن، البحث عن ليوناردو وعن أوسو، كرة أمامية الآن لوسط أرضية الملعب،
روجوريو يلعب لك كرة في الجهة اليمنى لكن بلا عنوان، بلا عنوان في اللقطة الماضية. وصلت سهلة لحارس المرمى أحمد سالم. أحمد سالم كما ذكرت لاعب نادي الوصل سابقا، لاعب نادي دبي سابقا. كرة الآن توصل في وسط أرضية الملعب في هذه اللحظات لأحمد ضياء. أحمد ضياء كرة تتحول في الجهة اليسرى. لدينا تألق حراس أو تألق الحراس في دوري الدرجة الأولى. محمد سعيد جمعة يتألق مع دبل حسن اللاعب الحارس اللي تألق أيضا في الموسم الماضي مع نادي الإمارات وساهم في صعود نادي الإمارات لدوري الدرجة الأولى. كذلك محمد عبد الله الذي يعود من جديد لحراسة مرمى اتحاد كلبة في هذا الموسم، الحارس الكبير اللي عاد من جديد لحراسة النمور في هذا الموسم وعاد من جديد لكتيبة الاتحاد وبالتالي تألق في هذا الموسم ويتألق حقيقة في المباريات الماضية. ولدينا أيضا هنا أحمد سالم مع الخليج، كرة لا تتحول إلى خارج أرضية الملعب. أحمد ضياء يحاول في هذه اللحظات يقل كرة لليوناردو، ليوناردو الآن يبحث عن الزمين، يبحث عن أحد الرفقاء. كرة توصل في الجهة اليمنى عبد الله راشد أو هذا راشد عبد الله. كرة تعود الآن، شاهد كل الكرات الماضية تنظيم تحضير تحضير في اللحظات الماضية. الكرة تتخلص تعود الآن من جديد في وسط أرضية الملعب في هذه اللحظات. البحث عبد الواحد الوحيد الآن أمامه هنا في هذه اللحظات جونيور. كرة تتخلص من أمامه، كرة فيها صافرة فيها خطأ في هذه اللحظات، صافرة وخطأ. صافرة وخطأ هنا تبديل لدينا يحضر في هذه اللحظات في صفوف الخليج، في صفوف الخليج. شاهد من سيشارك هنا، يبدو بأن اللاعب رقم 15 صالح أحمد بديلا لأوسو. أوسو من سجل هدف الآن يغادر، من سجل هدف يغادر. صالح أحمد هنا يشارك في شوط المباراة الثاني. كرة توصل لأحمد سالم، سالم لكن حتى الآن مرماه لم يسلم، لم يسلم من كرات ومهاجمين فريق مسافي في هذه المباراة. كرة توصل أحمد ضياء مر في كرة أرضية خطيرة، مرت الكرة الماضية من أمام عبد الواحد. عمر سعيد وعبد الواحد من يشكلان الإزعاج، من يشكلان الخطورة والقلق لدفاعات فريق الخليج هنا في شوط المباراة الثاني. كرة لا تعود من جديد في وسط أرضية الملعب، كرة أمامية خطيرة خطيرة. الله، تمريرات نقلات البحث عن الخشبات، لكن الكرة وصلت في الأخير لحارس المرمى في اللقطة الماضية أحمد النقبي. كان في المكان السليم، كان في الموعد المناسب قبل ذلك، كانت الراية موجودة بداعي التسلل في اللقطة الماضية. أقوى خط دفاع في أربع جولات ماضية نادي العربي اللي في مرمى هدف. ماذا يقدم العربي في هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى؟ ماذا يقدم حقيقة؟ بداية ممتازة جدا، بداية ممتازة جدا للعربي في هذا الموسم. أضعف خط دفاع في هذا الموسم التعاون في أربع جولات ماضية تلقى 18 هدف، تلقى 18 هدف في أربع جولات ماضية، 9 أهداف في مباراة واحدة. نعم تلقاها التعاون في المباراة الماضية أمام فريق مسافي. كرة الآن توصل، يا سلام مرور يأتي هنا في وسط أرضية الملعب لكن كرة تتخلص. كرة الآن أمامية، البحث عن الكرة في هذه اللحظات عن طريق اللاعب البديل طالب علي. كرة أمامية الآن وصلت لحارس المرمى سهلة في هذه اللحظات أحمد النقد. آخر دقائق شوط المباراة الثاني، نلعب
في الرمق الأخير من هذه المباراة. تبديل لمسافي ممكن أن يجرى في اللحظات القادمة، يبدو بأن اللاعب محمد حسن سيدخل في اللحظات القادمة. كرة ملعوبة لا توصل في الجهات اليسرى. خمس دقائق أخيرة لمن تكون يسيرة وعلى من تأتي مريرة هنا في هذه المباراة. هنا لدينا فتحي سليم يزج بلاعب في هذه اللحظات يغادر، يبدو بأن اللاعب رقم 99 رقم 99 في صفوف مسافي، لا يوجد لاعب بالرقم 99. يا حكم الرابع رافع بالرقم 99، يبدو لي أن اللاعب رقم 90 عمر سعيد، نعم اللاعب رقم 90 وليس 99 شاد في هذه اللحظات. نعم هنا اللاعب رقم 90، حكم الرابع كان رافع رقم 99، لكن الآن هنا نشاهد ونتابع في هذه اللحظات. يؤخر التبديل في هذه اللحظات، وبالتالي من جديد الكرة تعود إلى الدوران، واللعب يعود الآن من جديد في وسط أرضية الملعب. كرة الآن أمامية، عبد الواحد يحاول، عبد الواحد لكن كرة توعب من خالد محمد صقر، تعود الآن من جديد في وسط أرضية الملعب. اللحظات الأخيرة، هل يخطف فريق الخليج هدف التعادل ويكون بمثابة الانتصار والعودة من جديد إلى اللقاء بعد التأخر؟ وبالتالي هنا نتابع ونشاهد فريق مسافي الذي يريد في هذه اللحظات بالتأكيد مع مدربه فتحي سليم، يريد مواصلة التقدم، مواصلة الانتصار في هذه المباراة. هل ينجح في ذلك؟ العلم عند الله، لكن سنعلم مع نهاية ومع صافرة حكم المباراة. كرة الآن توصل في الجهة اليسرى، الخليج يبحث الآن. عبد الله صالح أو بدر صالح ما زال يتابع ويطلب من لاعبي الزيادة العددية. كرة لراشد عبد الله، فقد التركيز لاعبي فريق الخليج في الدقائق الماضية، لياقة البدنية قلت وبعد ذلك بالتأكيد تقل اللياقة الذهنية عند اللاعبين ويقل التركيز في نقل الكرات. ونشاهد الكرات الخاطئة، الكرات الغير مركزة هنا في شوط المباراة الثاني. الآن حكم الرابع يرفع الرقم 90 عمر سعيد، يغادر بعدما سجل 4 أهداف في المباراة الماضية وسجل هدف الآن التقدم، الهدف الثاني. هنا عمر سعيد يغادر في شوط المباراة الثاني ويشارك بديلا له اللاعب محمد حسن، وأشاد لاعب آخر عبد العزيز درويش. عبد العزيز نعم سيشارك هنا، يبدو بأن اللاعب البرازيلي روجيرو سيغادر في شوط المباراة الثاني. عمر سعيد عند 5 أهداف، هداف الدوري درجة أو هداف دوري الدرجة الأولى ديغو فيراو اللي عنده 5 أهداف مع الجزيرة الحمراء. محاولة الآن أمامية داخل منطقة الجزاء، كرة ما زالت مستمرة. شاهد الآن الكرة الأمامية، ليوناردو يصوب بعيدة، هذه وين؟ بعيدة كل البعد، وسط نظرات هنا من المتابعين ومن المشاهدين في هذه المباراة. مباراة تقترب من النهاية، تقترب من إسدال الستار لشوطها الثاني في مباراة. نعم جت الكرة الماضية والتصويبة في اللقطة الماضية، لكن كرة بتمر، كرة بتعدي إلى خارج أرضية الملعب. الخليج ما زال حتى الآن لم يستسلم ويبحث عن العودة ويبحث عن التعديل والتسجيل في النهاية. يا فتحي كرة الآن توصل أمامية، الكرة ما زالت داخل منطقة الجزاء لكن تبعد في اللقطة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. فيها رمية تباس في هذه اللحظات، رمية تباس هنا بدر صالح. الأمور ليست صالحة يا بدر. هنا نتابع ونشاهد كرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب، فيها رمية تماس كرة ملعوبة أمامية من الجهات اليمنى. محاولة الآن للخليج في وسط أرضية الملعب من الجهات اليمنى لكن خاطئة، تتخلص تعود الآن من جديد
كرة تتحول إلى ربيع طبس. آخر آخر ممكن دقيقة على نهاية الوقت الإضافي، خمس دقائق، خمس دقائق. بالتالي حتى الآن، حتى الآن لا يستغل لاعبو فريق الخليج الوقت المبدد. كرة لا توصل أمامية، كرة أمامية لا توصل لليوناردو، يحاول الكرة الأمامية فيها صافرة، فيها خطأ في اللقطة الماضية، هذه الكرة الماضية خطأ اللي كان موجود والصافرة اللي كانت حاضرة، وبالتالي تدخل كان من طالب علي. هنا حكم المباراة أعطى الصافرة وأعطى الخطأ في اللقطة الماضية. هنا لاعب يسقط من فريق مسافي والخليج إذن يسقط في الجولة الخامسة في عمر دوري دوري الدرجة الأولى، نعم الخامسة بتوقيت دوري الدرجة الأولى في هذا الموسم، موسم 2013-2014. هنا فريق الخليج يتعثر، يسقط في هذه المباراة ويسعى بالتأكيد في الجولات القادمة، وسيسعى في الجولات القادمة لتدارك الخسائر ولتدارك السقوط من جديد، لأن هدفه في هذا الموسم. أنا سألت قبل المباراة المدرب بدر صالح وش هو الهدف في هذا الموسم، نعم على طول أجاب قائلا الهدف هو الوصول لدوري المحترفين، هو استعادة التواجد في دوري المحترفين بعد آخر تواجد كان في عام 2008، لكن بهذه الطريقة بهذه الصورة لن يعود فريق الخليج بالتأكيد. مدرب يتغير الهيدوسي، يعني يدوب جولة وجولتين وبعد ذلك يقال من منصبه الهيدوسي أو الهيدوسي المدرب التونسي. الآن مع عبد الله أو مع بدر صالح في هذا الموسم شهد حقيقة عدم استقرار فني في معظم الأندية في هذا الموسم. كرة الآن توصل لعبد الواحد، عبد الواحد يحاول من الجهة اليمنى يلعب له كرة عرضية، محاولة أمامية لكن تتخلص في اللحظة الماضية أو في اللقطة الماضية. كرة تعود الآن من جديد في الجهة اليسرى لصالح مسافي، في هذه اللحظات يبحث عن آخر الفرص. عمر درويش يلعب لك كرة أمامية الآن لعبد العزيز، الكرة داخل منطقة الجزاء، التراجع يأتي من لاعبو فريق الخليج هنا في صوت المباراة الثاني في آخر دقائق في آخر الأمتار. الكرة وصلت لحارس المرمى أحمد سالم في اللقطة الماضية، أحمد سالم بدورة يلعب لك كرة أمامية الآن للخليج في هذه اللحظات، كرة أمامية ما زالت مستمرة، وصلت سالة لحارس المرمى أحمد النقبي. هنا حكم المباراة يشاهد ويناظر ساعته في هذه اللحظات، وبالتالي حتى الآن لم يطلق الصافرة، لم يطلق نعم النهاية، لكن النهاية النهاية نعم يبدو بأنها لصالح مسافي، يبدو نعم بأنها لصالح مسافي. مسافي هنا هنا ينتصر في هذا اللقاء، الصافرة تأتي، الصافرة نعم من حكم المباراة تعطي النقاط الثلاث، تعطي الانتصار لفريقي مسافي وتودي مسافي للمركز الثاني مؤقتا برصيد 9 نقاط. خليج يبقى في رصيده، يبقى في مركزه برصيد 6 نقاط. بالتالي مبروك لمسافي وعشاقه ومحبيه، هارت لك من الاعماق للخليج لعشاقه ولمحبيه ولانصاره. هكذا هي كرة القدم، في الاخير كتبت، في الاخير قدرت بان تكون النقاط الثلاث لفريقي مسافي في هذا المساء. حقيقه سعدت بلقائكم في هذه المباراه، اتمنى بان اكون قد وفقت في التعليق والوصف على هذه المباراة. قبل تحياتي أحمد عبد الله، سلام الله عليكم، إلى اللقاء.